سات الله تقمر الآن جلسة نسايم الليل. أستاذ العزيز يعطيك العافية. الله جلسة نسايم الليل متزن فقر شبالي بالإحساء حياك الله. الله يحييك يا رب. نعم. عرفنا بس عن الجلسات، إيش تفرق؟ قبل شوي حنا استعرضنا جلسات طلت قمر، جلسات نسايم الليل إيش تفرق؟ جلسات نسايم الليل ميزتها كل جلسة طبعا تختلف عن الثانية في أكثر من نوع بالجلسات. لو تلاحظ على يدك اليسار عزيزي. أي نعم. أي نعم. عندك جلسات فناتك مكيفة طبعا في الجلسة في اي بي، وعندك الجلسات على يدك اليمين الجلسات الشعبية الكويتية طبعا كل جلسة زي ما قلت لك تختلف عن الثانية. الأسعار ابو محمد اذا قطعتك بالكلام، الأسعار لان الناس اهم ما يجيك يسألك كم تعطيني اياها بسعر. صح، الأسعار حاليا تبدأ ب 20 الى 70. من 20 الى 70؟ اي نعم. للساعة؟ للساعة طبعا، وميزاتنا اذا اكثر من ساعة نعمل لك خصم. طيب والضيافة عندكم؟ الضيافة اللي هي الشاهي والقهوة العربية ومعمول التمر. من غير السعر هذا؟ تفضل استاذي. تسلم حبيبي. نفس ما علمتك الضيافه اللي تتكون من الشاهي والقهوه العربيه ومعمول التمر والماي، وايضا عندنا الطلبات الجانبيه، عندك المشروبات البارده وايضا الحلا، وايضا عندنا تقديم المناسبات والحفلات وتجهيز اعياد الميلاد على حسب الطلب طبعا. تمام. طيب رقم الحجوزات ولا يجونكم مباشره؟ انا اشوف رقم الجوال 0546646180 او عن طريق الانستغرام متابعين الكرام n.nite2، وعندك السناب شات نفسه بس شيل من نتو. تمام، خليني اشوف اذا كذا اساس تقدرون تصورونه. يعطيكم العافيه وشكرا استاذي، انا راح اخذ لمحه داخل. تفضل معي. يعطيك العافيه. شكرا شكرا لك ويحييك يا رب. ما شاء الله، شوفوا شوفوا فيها اسر للقلوب متابعين الكرام. ها استاذ العزيز، هذه الجلسات مثل ما شرحت لنا هذه الجلسات الكويتية طبعا. اي نعم. اذا حاب تنزل معها الضيافه نزل معك الضيافه بسعر 35 بالساعه. تمام. بس نعم. والله بيني وبينك ابو محمد هذه الجلسات يعني يلبق لها الجو اللي يكون فيها شيشه معسل قدو. ان شاء الله ان شاء الله. بس ما تطيب الان الاجواء حارة، صعب انك تجلس، ولكن انا اتمنى من الجميع انه يكون الرقم اللي حطيناه رقم الجوال او رقم الانستغرام تدخلون على جلساتهم وتشوفون وش كان من جلسات طيبة أيام وقت الربيع وقت الشتاء. خلني أخدمك عزيزي. لو تفضل. تلاحظ بالخلف هذه الجلسات الحديثة كلها جلسات مكيفة طبعا. ما شاء الله. عندنا خاصة في الليل أجواء طيبة هنا. طيب أبو محمد، هذه الجلسة الكويتية هذه نفسها الجلسة الخاصة ولا لها سعر معين؟ هذه فناتك طبعا، سعرها 40 بدون ضيافة، بالضيافة ساعتين، بالضيافة 60. ما شاء الله. ما شاء الله، ولو جلسة طيبة أنا أشوفها والله. الله يسلمك، بالعكس الله يحييك، أنتم متابعينك بالعكس تشرف فيهم، أي أحد من ظروفك أبد. نتشرف كلامنا أبو محمد على جلسات نسايم ليم. الآن المهرجان. نعم. طبعا افتتح رسميا يوم الأربعاء، ولكن أمس تم الافتتاح واليوم وبكرة مستمر إلى بكرة. وش أضاف مهرجان اللومي، لومي الحسا إلى نسايم ليم؟ أضاف لنا بصمة حلوة طبعا كتعريفية المكان، ايضا كتعريفيه لاهالي الحسا ولاهالي خارج الاحساء، كتعريفيه للمكان بالعكس يعني جاونا كثير طبعا تعرفوا على المكان وعجبهم المكان طبعا. العارف لا يعرف، وما شاء الله انتم موجودين على انستغرام، وان شاء الله نتمنى كثير من المتابعين برضو يتداولون هالفيديو هذا ويكون لهم جيه هنا، ويعذرونا عاد اذا كان احنا في اشياء سواء انتم ما لكم عذر فيها بالنسبه للطقس، ولكن الاجواء الطيبه ان شاء الله بتكون مستمره. نعم، اجواء طيبه، ايضا جلسات مكيفه ايضا، والله يحييك انت ومتابعينك. ويحييك ابو محمد، وفرصه سعيده ونشوفك ان شاء الله على خير. حنا اسعد. مع السلامه. حياك.